كابتن عادل تعيمه نجم الاهلي السابق اللي منورنا بفكره هنا ليه احنا ما توفقناش امبارح وهل كان متوقع ولا لا. وفي البدايه طبعا صباح الخير. صباح النيل. لا الحقيقه يعني مش كلام مزوق. ايوه. لكن الاهلي من 1907 وهو بيتحارب على جميع الجبهات. والحاجه الجميله اللي عندنا كاهلاويه ان دايما عودنا ناشف. ليه؟ لان احنا الصعاب بتاعتنا ما بنطلعش نشتكي. كل الفرق اللي بتلعبنا بتبص تلاقيها بتأدي باقصى طاقه. دايما قرارات الاتحادات على مدار التاريخ كلها كانت بتبقى ضد النادي الاهلي، والكلام ده موثق وموجود طبعا في الصحف بتاعتنا. بالنسبه للحمله اللي موجوده دلوقتي بعد الماتش اللي فات بتاع امبارح، الاهلي امبارح بيلعب وهو ناقصه 15، الكلام ده اتقال كتير. اوكي. طيب لما نقول مثلا نادي ليفربول امكانياته الضخمه دي لما بيلعب في بطوله اوروبا وبيلعب مع اتلتيكو مدريد وفاضل له 10 دقائق ويوصل للنهائي. تمام. الحارس الاساسي بتاعه كان مصاب، لعب البديل. ايه اللي حصل؟ كورتين في اخر 10 دقائق الفريق بيتغلب وبيحصل ايه؟ بيطلع من بطوله اوروبا. ما حصلتش الضجه الجامده قوي ديت. انت النهارده عندك الشناوي احسن حارس مرمى في افريقيا، مش عايز اقول في الشرق الاوسط، ولو راح اوروبا هيتفوق في اوروبا. لما يكون عمود من الاعمده دي مش موجود، لما يكون بنون بدري بنون ده يعني عمود فقري، ازاي بيبدا الهجمه، ازاي بيغطي، ازاي بيكشف الاوفسايد، كل الحاجات دي مش موجوده. لما يكون في 15 واحد مصاب ما بين منتخب وبين اصابات، هل الكلام ده منطقي؟ وبقول لجمهور النادي الاهلي، هل من المنطق ان يبقى عندي راس حربه الرئيسي بتاعي اللي هو هداف الدوري ما يبقاش موجود؟ وبعدين حاجه تانية ومهمه جدا عشان كلامي برضو في شقين، الشق اللي انا اقوله دلوقتي وبعدين في شق تاني. تمام. الشق الاولاني طبعا لما يكون هذا الكم ان الاعمده الرئيسيه في الهافات الديفندر المدافعين مش موجودين، وديانج جاي الراجل المدرب ما كانش بيدرب الثلاثه، واحد جاي من كاميرون واثنين لسه جايين امتى؟ ما حصلوش 24 ساعه. يعني هم وصل 10 بالليل واحنا بنلعب الساعه 6 صحيح الصبح العصر او المغرب. ايه ده؟ المدرب ده عشان يحط خطه يحطها ازاي؟ عشان يقيم الناحيه البدنيه والناحيه النفسيه ازاي؟ النهارده كلوب عمل ايه مع محمد صلاح؟ جهاز نفسي ودكتور نفساني بيقعد معاه علشان يطلعه من الاحباط اللي هو رايح. احنا ما عندناش الكلام ده. العامل النفسي يعني يمكن كانت ايام مانوال يعني خوسيه كان موجود اللي هو الطبيب النفسي او الاستشاري النفسي، لكن ما اصبحش موجود دلوقتي. صحيح. فكل العوامل النهارده لما الاتحاد او اللجنه الموقره اللجنه الثلاثيه ثم الكاف ثم الفيفا الثلاثه بيبقوا كل قراراتهم ضدك، هل ينفع؟ لا. ان الـ 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 الاخ احمد مجاهد اللي بيعتذر دلوقتي ان قال كلام والنادي شكروا عليه وبعدين يطلع الكلام مش منطقي وما حصلش منه حاجه. الكاف لما اللي انا النادي الاهلي بمثل الكاف في بطوله مؤثره جدا قويه جدا بالزبط. ولا كانه في مشكله. الفيفا يعمل حساب لتشيلسي ما يعملش حساب للناس للنادي الاهلي وبقيه الانديه. حاجه ثانيه واخيره، بالميراس احنا كسبانينه الموسم الفاضي مظبوط؟ طبعا. ليه يجي على النص النهائي؟ المفروض يجي على النص النهائي مين؟ مش احنا؟ احنا كسبانين واخدين البرونزيه المره اللي فاتت. ده في نوع من المجامله الفجر. المجامله؟ امال ايه؟ المنطق بيقول ايه؟ انا بقيم بناء على النتائج. انت بتقيمها على اي اساس؟ افريقيا قويه جدا، والدليل ان معظم لعيبه اوروبا من افريقيا، كل النجوم الكبار هتلاقيهم من افريقيا. صحيح صحيح، من نوادي مختلفه فعلا. صحيح. الحاجه الثانيه وهي التحكيم، الماتش اللي قبل ده مونتيري، شوف الحكم الاسترالي عمل معانا ايه. كان فيه ضرب مبرح وكان فيه اخطاء قاتله، والراجل لا بيرجع للفار ولا بيرجع لحاجه ثانيه. هو بيرجع للفار معانا احنا وبيحسبها على طول الغاء يعني. والجمهور مش ممكن والجمهور النادي الاهلي في الماتش الاولاني مونتيري
الناس جمهور الاهلي زي ما انت عارفه يا نهاوند محترم قوي جدا. مفيش غير هنتكلم عن ده، كانوا بيصفروا له بس يعني مجرد ان هم بيصفروا له. الراجل امبارح يعني انا يعني الاخوه اللي في بعض الاخوه للاسف ومنهم اللي ماسك لجنه التحكيم في مصر بيقول ان الطرد مظبوط، مفيش بلنتيات، الحكم كان رائع. انا ما اعرفش جاب الكلام ده منين. ده في كورتين لو رجع للفار في احد اللعيبه في بالميراس دخل في الشظية عضم وعداها ده الفار ما دهلوش. طب وفي الكوع اللي الهاني ولا رجع له ولا كلمه. وبعدين اتنين ضرب الجزاء عبد القادر طبعا برضو عبد القادر وفي هاني. كل العوامل ديت لما تبقى متراكمه وانا العناصر الرئيسيه بتاعتي ما هياش موجوده جمهور نادر ما يزعلش. لا هو مش زعلان على فكره يا كابتن عادل. فعلا يعني الناس مش زعلانه على قد ما زعلانه على اللي حضرتك بتقوله ده بقى، اللي هو احنا ليه اصلا بنتعرض لكل الكلام ده، واحنا ليه دايما كده زي ما حضرتك بديت كلامك يعني لا في الى حد ما عدم كفاءه او في عدم يعني توازن، في حاجه مش مظبوطه. انت مش عشان نادي كبير يتعمل فيك كده برضه ويتقال لك يلا، وعارف لما تبقى حاجه كبيره يقول لك هتعدي، لا مش هتعدي، ما دي ظروف.